اطار الاستحقاق المقبل ديال كاع عفوا نادي الرجاء الرياضي يوم 26 نهار الجمعه الجمع العام الانتخابي بعد استقاله السي عز البدراوي من رئاسه نادي الرجاء الرياضي. اليوم كان كما يعلم الجميع والراي العام الرجاوي تم فتح باب الترشيحات وتم وضع الترشيحين من طرف شخصين اللي ماشي غرباء على نادي الرجاء الرياضي وعلى المحيط ديال نادي الرجاء الرياضي اللي هما رئيسين سابقين اصدقاء وزملاء ورئيسين سابقين في شخص محمد بودريقة والسي سعيد حسبان. واليوم كان لقاء تواصلي ديال المرشح السيد رئيس سعيد حسبان مع هيئة المنخرطين اللي عرض فيها الخطوط العريضة للبرنامج ديالو. كان هناك حوار شفاف، كان هناك نقاش، كان هناك رجعنا للأسس والتوابيت ديال نادي الرجاء الرياضي اللي هو لو ديبا ديدي، يعني نقاشات في الافكار. الساده المنخرطين والسيدات المنخرطات هما دلوا الدلو ديالهم، عطاو الاقتراحات ديالهم وطرحوا الاسئله ديالهم. انا جيت سعيد باش نعاود نعيشوا هذه الاجواء، هذه اجواء التباري، الاجواء ديال الافكار، الاجواء ديال الاختلاف. اليوم حضرنا عند السي سعيد حسبان وغدا ان شاء الله نحضروا عند السي محمد بودريقه، وكنتمنى المرشحين الحظ الاوفر وانا على يقين بان غادي المكتب اللي غينجح والرئيس اللي غينجح غادي يرفع التحدي باش يزيد فرقتنا الاعلى المستويات ان شاء الله. ويجب علينا كمسؤولين وكجماهير الالتفاف وراء المكتب المقبل والالتفاف وراء فرقتنا. عشنا ظروف صعيبات السنه، خصنا نتجاوزوا هذه المحنه مجموعين باش ان شاء الله نبنيو فريق مستقبلي قوي ويمشي لابعد التحديات.